نرجع لك للترجمة الوطنية. وقت اللي طالب الايكا اليوم انه رئيسة والرئيسة المديرة العامة بالنيابة ما تكونش حاضرة اثناء الاستحقاق الانتخابي، ما يعتبرش هذا فراغ ربما، شكون اللي باش يكون في علاقة بالوضع الاداري وغيرها التفاصيل، لانه اكيد تعرفوا وانت صحافي بالاساس سي هشام، مش تتدخل في التحرير لانه التحرير عليه الناس اللي تخدموا رؤساء التحرير والصحفيين على الميدان والمعدين ايضا. هو شوف، راه الديمقراطيه بشكل عام وافساء قواعد الشفافيه فيها ما يتعلق بالمضمون وفيها ما يتعلق بالشكل وبالاجراءات. اليوم وقت نخلو بالاجراءات وتتمسك سلطه، بالرغم ان هما قالوا لنا وعدتنا سيده رئيس الحكومه بالتغيير، وراه دائما نقول راه لا علاقه لكلامنا بالسيده عواطف الدالي باعتبار فهمتني ما عندنا معها حتى اشكال من حيث هي كشخص كصحفية قديمة، ولكن نحكي المشكلة متاعنا هي الإجراءات. وقت تعين سلطة تنفيذية فهمني بالطريقة هذه وما تحبش تراجع ويعدونا ويقولوا راه باش نرجعوا للإجراءات القانونية السليمة، فهذا الحقيقة يعني ما راتوش الهيئة من أحد الأسباب اللي خلت الهيئة موقفها اليوم مختلف تماما عن موقف ليزي مثلا. ليزي تيبو عسكر هو اللي رفض قبل، وهذه ثم أشياء مسجلة وماذا بينا فهمتي، حتى الأعضاء متاع ليزي القديمة وكان هو نائب رئيس فترة فترات على ما أعتقد، هم رفضوا النظر في ملف الزيتونة اللي هي غير قانونية واللي كانت تعمل في الدعاية لحركة النهضة في الانتخابات السابقة، لأنهم يعتبروا أنه هذا من صلاحيات الهيكا وبراء امشي للقضاء، أوك عندك القضاء وبراء امشي، راي كلمة براء امشي للقضاء روصناها سي البحيري لأنه يعلم تماما أنه مدخلوا القضاء ولوثوه دخلوه في مشاكل لا تتعلق به. فنفس الموقف هذا كان قبل فهمتي سيد، وكان في بوعسكر كان يدافع عليه الموقف هذا ويقول انه مش من اختصاصي، وكان وقتها عنده احترام يعني مبالغ فيه مساله الاختصاصات. يا 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 سيد بوعسكر راهو ماكش، نتذكر راهو نقاشات راهو ماكش هيئه تقنويه فقط، راهو هذا يمسك وقت تكون تم اذاعات او تلفزات فهمتي مقرصنه وتقوم بالدعايه، فهذا راهو يمسك. اليوم فما وحده رصد مشابهه لوحده رصد لايكا موجوده في ليزي، هل عندك فكره على وحده الرصد هذه او كيفاش تشوفها سي هشام؟ انا نشوفها اهدار للمال العام. علاش؟ اهدار للمال العام. فيها صحفيين؟ لانه ثم فيها مرصد. لا لا لا، بغض النظر رد بالك فهمتي تولي مثلا لا لا، نقصد انت قلت اهدار للمال العام، باش نقول لك فيها مختصه معناها اهل اختصاص. لا 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 لا، إهدار المال العام، ثم مرصد قاعد يقوم بدوره لا يمكن، وجاءوا وقاموا بتحقيقات في داخل الهيكة لا يمكن نهائيا القيام بنفس الوظيفة باعتبار مش لأنه هذوما خير من هذوما، أما هذوكم متكونين في المجال هذا ما يتوافرون عليه من معدات متطورة ومتطورة جدا للقيام بعملية الرصد، فلا يمكن القيام بذلك. فاليوم هو نوع من الرعونة والتعنت وأدت إلى إهدار مال عام. نرى وشفنا البيانات اللي ديجا أنت تعرف المكتوب من عنوانه، يعني عضوة في الرصد صحفية في المرصد يعني راصدة، هي تتكلم وسيد أبو عسكر تتكلم من وراها ويفهم فيها في مسألة التنفير، وهذا جابته الإذاعة ومن بعدين يعلن أنه هو ما قالش تنفير وما إلى ذلك. يعني دخلنا الحقيقة، أصبحت ليزي وضعت نفسها والله في موقع لا تحسد عليه، لا تحسد عليه بالتصريحات. أكيد من المفروض أن يكون معنا سي ماهر جديد عضو الهيئة هيئة الانتخابات، ولكن عندهم اجتماع فتعذر عليه أن يكون موجود معنا عبر الهاتف أو في الاستوديو. خلي لك كلمة الختام سي هشام سنوسي في علاقة بالوضع الإعلامي اليوم، في علاقة أيضا بالبلوكاج القائم بينكم وبين ليزي. شوف، بالنسبة للهيكا اليوم تدرس كل الإمكانيات كيفاش باش يكون العمل نتاعها في المستقبل، كل الإمكانيات وما فماش حتى إمكانية ملغاة بما في ذلك الاستقالة الجماعية، كل الإمكانيات على محمل الجد وعلى محمل الدرس داخل المجلس اللي هو متضامن، حاولوا يخدموا على مسألة ضرب المجلس من الداخل بكل الطرق على فكرة،
وما قدروش على ذلك. من الداخل شو معناه؟ من الداخل يحاولوا انه يعملوا انه محاوله اختراق، محاوله انه المجلس مختلف مع بعضه، انه المجلس والرئيس ثم اختلافات غيره. ولكن يتبين لك في اللقاء الاعلامي كيفاش المجلس كامل كان موجود، المجلس كامل قاعد يجاوب، في نوري قاعد يجاوب على الاسئله، فهمتني، اللي هو في نهايه المطاف قاعد يعبر على السياسه الموقف العام. نعم. اللي حدو مجلس الهيئه، وهي الهيئه الوحيده منذ انشاء الهيئه تحقيق الهيئه الوحيده اللي فيها مجلس بأتم معنى الكلمة، واللي تتخذ فيه القرارات بكل ديمقراطية وبالتصويت، هي الهيئة الوحيدة. نحن باش نحاولوا نشوفوا ما هو مستقبل يعني الهيكا في المستقبل القريب، ما عادناش نحكيوا على المستقبل البعيد، خاصة وإن قاعدين نشوفوا فيما يشير إلى أن هناك محاولات جدية لتهديم يعني المؤسسات. ونحن أول من حكى على العشرية الماضية أنه فيها إخلالات، فيها العديد من الإخلالات، ولكن من جيوش نرميه كما يقولوا الرضيع بالماء متاعه، فهمتي، كان يفترض أنه يتم الفرز، وكان يفترض أنه تعميق هذه المؤسسات، وإذا عندها إخلالات يتم تجاوزها بالقانون ويتم تأصيل دورها الديمقراطي. ولكن مع الأسف القاعدين نشوف فيه هو خلاف ذلك تماما. شكرا جزيلا عضو هيئة الاتصال السمع البصري سي هشام سنوس.